ممكن تكلمنا عن الاستخدامات الجديدة لمناظير الأنف وجيوب الأنفية؟ بصي، هو دلوقتي احنا كنا زمان قوي مناظير الجيوب الانفيه كانت الاول خالص كانت طفره. وجود المناظير دي نفسها بالنسبه للعمليات القديمه او العمليات التقليديه كانت طفره في حد ذاتها. دلوقتي الجديد ان الموضوع ما بقاش المناظير الانف ديت بقت بوابه لحاجات كتير جدا. الموضوع ما عادش مقتصر ان انت تستخدم منظار جيوب الانفيه او تبقى دكتور انف واذن زي ما كان زمان قبل ما ندخل لوز ولحميه، ده بس دكتور انف واذن. لا، دكتور انف واذن دلوقتي بقى بوابه لعالم كبير جدا. مناظير الجيوب الأنفية ما عادش تستخدم لحميات وفطريات في الأنف بس، لا، احنا بندخل منها عن طريق جمجمة، عن طريق الجيب الأنفي، وبندخل منها بنفتح لو نشيل أورام المخ وأورام الغدة النخامية وأورام قاع الجمجمة كلها عن طريق منظار الأنف. وبنبدأ نستخدمها في حالات زي حالات انسداد القناة الدمعية، بنعمل تسليك للقناة الدمعية وبنحط فيها دعامة عن طريق الأنف. المقارنة بتاعتها بتبقى بالجراحة اللي هي كانت يعني بالنسبة للمريض مثلا هيعمل استئصال ورم في الغدة النخامية او حاله ترقيع لتسريب سائل نخاعي عن طريق الانف، دي كانت كارثه كبيره زمان. يعني عين كان بيعمل استئصال ورم غده نخاميه دي بفتح راسه من فوق وجمجمه، وقصه كبيره جدا جدا جدا، وكان بيحتاج يقعد في المستشفى بعدها فتره اطول، مضاعفات اكتر، مشاكل كبيره. دلوقتي عن طريق الانف بيعملها يعني تيكس تايم تقريبا يعني نص ساعه لساعه الا ربع ماكسيمم يعني. وبيروح في نفس اليوم كانه عمل عمليه منظار جيوب انفيه مع انه عمل عمليه ورم في قاع المخ او قاع الجمجمه. فدي من الحاجات اتغيرت الدنيا خالص بالموضوع ده. الحاجة التانية مثلا حاجة القناة الدمعية، تسليك قناة دمعية عن طريق الأنف بالمنظار، برضو كانت بتعمل بالجراحة خارجيا، فتح عيان بالذات لو بنت مثلا تقول لها هنفتح جنب عينك وهنفتح وشك أو هنفتح في الأورام دي راسك من فوق، نحلق شعرك، حاجات يعني كارثية. تحولت إن العيان بيعمل العملية كلها ما تكملش نص ساعة، بيروح بدون أي مشاكل، بدون أي مضاعفات، حاجات لا تذكر، حاجات بسيطة جدا. ولو يعني الجراح نفسه متدرب كويس وعنده خبرة تقريبا المضاعفات دي بتكون تكاد زيرو يعني. بس ستي شكرا لحضرتك.